قبرص هي البلد الأوروبي اللي بتلقى أكبر نسبة من المهاجرين مقارنة بعدد سكانه. والحقيقة أنه الجزيرة ما كانت متوقعة أو ما كانت مستعدة لاستقبال هالأعداد الكبيرة من المهاجرين. مشان هيك في معظم الأوقات عم يتكدس المهاجرين معسكرين كتير بعاد عن العاصمة، بعاد عن المواصلات، بعاد عن كل الأطر هاي، وما عم بيكون في إمكانية لمعالجة طلباتهم في الأساس. يعني الطلبات بتاخد كتير سنوات لحتى تعالج. هذا الوضع عمل ضغط كتير كبير على سوريا، على قبرص، ولجأت قبرص خلال الفترة الماضية إلى ترحيل أعداد بالآلاف من المهاجرين اللي جايين القادمين من أفريقيا. الجديد بالأمر أنه في خلال من بداية هذا الشهر، شهر نيسان أبريل، وصل على قبرص أكثر من 1000 شخص جايين من قوارب من لبنان. طبعاً القادمين بيقولوا أنهم سوريين وأنهم جايين من منطقة حرب. ولكن إذا بدك تقارن مثلاً، يعني السنة هاي من بداية السنة لحد الآن صار عندنا واصل حوالي 2000 مهاجر قادمين من لبنان، مقارنة مع 78 فقط السنة الماضية بنفس الفترة، بمعنى أنه نحن عندنا أكثر من 20 مرة في زيادة. هل زيادة بوصول المهاجرين على قبرص هي مشكلة ما بتقدر المؤسسات الحكومية تتعاطى معها، لأنها غير مهيئة، ما عندها المساعدات الكافية، ما عندها الطاقم الإنساني، الموظفين الإنسانيين القادرين كعاملين اجتماعيين على هذه المعالجة. فهي قبرص وجدت نفسها أمام مشكلة، أمام معضلة، أنه إذا استقبلت هالأعداد الكبيرة هي غير قادرة على معالجة ملفاتهم أو فتح ملفات أو الاستمرار فيها، وإذا ردتهم ما بتقدر تردهم، لأنه سوريا ما زالت تعتبر بلد غير آمن للعودة. فلجأت قبرص إذا بدك للشيء بسموه الخطة البديلة، وهي أنهم قرروا أي قادمين من سوريا، ومش بس من سوريا، من غير سوريا كمان، لن يتم سماح لهم بأنهم يقدموا طلبات اللجوء. معناتها أنه نحن أمام معضل الآن، أي قادم يتم نقله فوراً إلى أحد معسكرات اللاجئين، اللي هي واحد منهم في كوفينو وواحد في برنارة. يعني بس تسمع كلمة برنارة مثلاً الناس بتخاف، لأنه الوضع في المخيم كتير صعب، كتير كتير صعب المخيم وضع فيه. وهلا الوضع حيصير اصعب، لانه اللاجئين في القبل كانوا مجرد ما يقدموا الطلب كان ممكن يحصلوا على بعض المعونه، وكان ممكن يحصلوا على حق العمل ساعات معينه خلال الاسبوع. في الوضع الحالي ما في مجال انه يحصلوا على اي معونه، وما في مجال يحصلوا على ما بيسمحوا لهم انهم يشتغلوا، فهم مجبورين يبقوا داخل هالمخيمات لحين البت في طلباتهم، لحين تدرس طلباتهم. فممكن أن نتخيل حالة وجود ناس جايين من منطقة حرب، ناس بأوضاع كتير صعبة، لح يدخلوا في معسكرات أو في مخيمات من سمح لهم يخرجوا منها بفترات معينة فقط، ومش حيقدروا أنهم يشتغلوا، مش حيقدروا يعيلوا نفسهم، فهم حيعتمدوا فقط على أنه يكون عندهم مكان للإقامة للنوم وطعام فقط.